بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله في فيديو النهاردة هنتعرف على حل مشكلة USB device not recognized، اللي هي معناها عدم القدرة على قراءة الـ USB، أو في مشكلة في التعريفات الخاصة بالـ USB من خلال عدة خطوات. الخطوة رقم 1، بضغط على USB C كليك يمين وبختار مانج إدارة، ومن هنا بضغط على ديفايس مانجر وبضغط هنا على يونيفرسال سيريال اللي هي التعريفات الخاصة باليو اس بي. هنا بتظهر معانا جميع التعريفات الخاصة باليو اس بي، وأي تعريف فيه مشكلة بيظهر هنا أمامه مثلث أصفر. وهنا هناخد تعريف على سبيل المثال، لو هنا في مشكلة بضغط كليك يمين وبختار هنا أبديت درايفر، ومن هنا بضغط على براوز ماي كمبيوتر فور درايفرز، وبضغط هنا على ليت مي بيك فروم ا ليست اوف افيلابل درايفرز اون ماي كمبيوتر، وهنا بيظهر الموديل يو اس بي، بسيبه مظلل زي ما هو وبضغط على نيكست. وبتظهر هنا رسالة Windows has successfully updated your drivers، وبكده أكون عملت عملية تثبيت سريعة للدرايفر. وهنا بضغط على Generic USB. الخطوة الثانية بضغط على Generic USB، نفس الخطوات Update driver، وبضغط هنا على Browse my computer، ومن هنا على Let me pick from a list، وهنا بسيبها مظللة زي ما هي وبضغط على نيكست. وبتظهر هنا نفس الرسالة Windows has successfully updated your drivers، عملية تثبيت سريعة. الطريقة الثانية عن طريق إظهار التعريفات المخفية، بدخل على USB-C ومن هنا بضغط على فيو، بختار هنا اوبشنز، وهنا بضغط على فيو، ومن هنا بشيل علامة الصح من امام هايد امباتي درايفرز، وبضغط على ابلاي اوكي. وهنا بتحاول تجرب الفلاشة او اليو اس بي الخاص بيك، وان شاء الله المشكلة تتحل. الطريقة رقم 3، من خلال خيارات الطاقة اللي هي Power Options، بضغط على Start، ومن هنا بختار الإعدادات وبضغط هنا على System، ومن هنا Power and Sleep، ومن هنا بختار Additional Power Settings، ومن هنا بضغط على Change Plan Settings، وهنا بضغط على Change Advanced Power Settings. بيظهر معانا هنا الـ Power Options. باجي هنا عند الـ USB Settings، وهنا بختار USB Selective Suspend، بضغط عليها، وهنا بتظهر Enable، بحولها إلى Disabled، بلغي تفعيلها وبضغط على Apply أوكي. الطريقة الرابعة، عمل إعادة تنصيب للملف الخاص بالوسائط. بدخل على USB-C، ومن هنا بدخل على Partition C، بختار ملف في الويندوز، ومن هنا بختار ملف الـ INF. هنا بلاحظ ملفات كتيرة، بكتب هنا في السيرش WBDMTB،
ضد اي ان اف، وبيظهر هنا معانا الملف لازم هنا اتاكد منه. بضغط عليه كليك يمين وبضغط على انستيل، وبتظهر هنا معانا رساله The operation completed successfully، العمليه تمت بنجاح. بضغط على اوكي وبعمل اعاده تشغيل للكمبيوتر وان شاء الله المشكله تتحل. الحل الخامس والاخير، بضغط على ستارت ومن هنا بضغط على الاعدادات وبختار هنا ابديت اند سكيورتي، ولازم هنا اتاكد ان نظام التشغيل محدث الى اخر تحديث. بضغط هنا على check for updates، وبتظهر هنا رسالة you are up to date، وبكده اكون وصلت لاخر تحديث. اول شيء هندخل على رابط البرنامج، هيفتح معانا بالواجهة دي. البرنامج اسمه درايفر بوستر 9 فري، هنضغط على النسخة المجانية فري داونلود، هنضغط على داونلود ناو، وبيبدأ التحميل بشكل مباشر. تسطيب البرنامج سهل جدا، نضغط على كليك شمال تظهر معانا الواجهة دي، نضغط على انستيل هيجينا الخيارين دول، نضغط على نو سانكس نيكست، وبيبدأ تلقائي تسطيب البرنامج. وبعد تسطيب البرنامج هنا بيقول لي بليز انتر يور ايميل، لو عايز تدخل ايميل براحتك، مش عايز هتدوس على نو سانكس وهتضغط على اسكان ناو. وهنا بيبدأ عمل اسكان لجميع التعريفات الموجودة على الجهاز، وفي الشاشة دي بيعرض لك جميع التعريفات اللي هي ما تحدثتش. هنا وليكن مثلا الصوت ساوند فيديو اند جيم كنترولر، هنا اخر تحديث موجود على الكمبيوتر عندك بتاريخ 14/6/2017، وهنا التحديث المتاح اخر تحديث 18/2/2020. طريقة التحديث سهلة جدا، هتضغط هنا على ابديت، وهنا هتضغط على don't remind me again، وهتضغط على اوكي، وبيبدأ تحميل التحديث مباشرة. وبعد تحميل التحديث بيبدأ التسطيب مباشرة. وهنا أعطيك خيارين، أول شيء عمل ريستارت للكمبيوتر، وتاني خيار إغلاق تام للكمبيوتر، والأفضل إنك تظلل على علامة الصحة دي وتختار إعادة تشغيل الكمبيوتر اللي هي أوتوماتيكلي ريبوت بي سي. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ياريت لو الفيديو عجبك ما تبخلش علينا باشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.